مكسيكية لذيذة جدا. تعالوا نبدأ بيها وأقول لكم الأول مكوناتها حلوة جدا. عندنا اللحمة المفرومة، البقسماط، الفاصوليا الحمراء والبصل، وعندنا الكزبرة والطماطم، صلصة الطماطم أو هي بتبقى كنز وفي طماطم قطع، والرز أبيض إحنا معمول عادي، والشيبتل صوص أقول لكم بتعمل بالفلفل المشوي معاه الثوم وبصل وكرفس وبيتضربوا مع بعض في الكبة، وزيت الزيتون. تعالوا كده نبدأ الأول مع بعض، يعني نحط الحاجة على بعض ونعملها، ونعمل الصوص برضو علشان إيه نبقى مخلصين على طول اهو. نحط شويه من زيت الزيتون، وهنحط شويه من البصل وهنسيبه يدبل خالص. وتعالوا بقى نعمل اللحمه المفرومه. اللحمة المفرومة وهنحط بصل وهنحط شطة الصوص اهو، وهنحط بقسماط، وبعدين نجيب بقى الملح والفلفل ونظبطها كده بقى. وايه هنبدا في العجن بتاعها. تقلت ازاي؟ تقلت. نبدأ بقى بإيه؟ نظبط لها الطعم بتاعها، وهنحط لها الكزبرة. هي بتبقى حلوة جدا بالكزبرة. ترجمة